انا خرجوا كيهضروا في تيك توك، خرجوا واحد المقال في واحد الجريده قال لك سيدي اسرائيل ترفض الاعتراف بمغربيه الصحراء خوفا من الجزائر. اقسم بالله اخوتي، نقسم لكم بالله، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. قال لك اسرائيل ما بغاتش تعترف بمغربيه الصحراء خوفا من الجزائر. كتبوها في عندهم في المواقع في الجرائد، وجاو كيروجوها هنا في التيك توك. هادوك الله يعطيك الصحة عزيزي احمد، هادوك الصناطيح القناطيح، والله العظيم قال لك سيدي خوفا من الجزائر. ايوا اسرائيل خلاتهم يقولوا داك الشيء، خلاو حتى خرج السي عبد المجيد، هو وصل الشينوا وهما يصيفطوا المراسلة للقصر الملكي ويخرج البلاغ نتاع الديوان الملكي. إسرائيل تعترف بمغربية الصحراء. إوا دابا الجزائر اللي كانت كتخوف خصها دير دابا. ها؟ دابا مناش خايفة إسرائيل من الجزائر، واش خايفة تضربها بالقرطاس ولا تضربها باش غتضربها ولا بخيزو ولا باش غتضربها؟ دابا اش غدير الجزائر لاسرائيل؟ دابا اللي غتخاف منها اسرائيل. انا بغيت نعرف كيفاش كيقنعوا راسهم هاد الناس هادو. انا بغيت نعرف كيفاش كيقنعوا راسهم بانهم مهمين وكيخلعوا اسرائيل. انا بغيت نعرف. يهضر فيها وهو فرحان. طبعا كيما فرحتي انت نهار اعترفت بك اسرائيل سنطوح بن قندوح. راه بومدين، بومدين راه فرح من بومدين وبن بلا فرحوا ملي اعترفت بهم اسرائيل في الامم المتحده. فراسك ولا ما فراسكش؟ اسرائيل اعترفت وصوتت، يعني اسرائيل سابقه لك ابن عمي واعترفت بك وصوتت عليك. وفرح بن بلا داك الساعه لان تركيا ما صوتتش عليكم. واش شتي تركيا شحال كلات الخبز وشحال شربات 350 سنه وهي حاكمه، ها شركه الملحه والطعام، وفي التالي ما اعترفتش، قالت لهم لا ما يستقلوش خليهم مع فرنسا. واسرائيل اليهود الخايبين، اليهود اللي خايبين اللي ما فيهمش الخير. شتي تصدقوا واعترفوا. لا يعني غير باش تعرف علاش راني نقولها وصافي. ثم ثانيا عرفتي علاش راني فرحان؟ انا فرحان لان شي وحدين منكم راه سمعتها في تيك توك، فتحوا اللايفات في تيك توك، فتحتوا لايفات في تيك توك تقولوا بان ما هو اسرائيل ما غاديش تعترف بمغربيه الصحراء لانها خايفه من الجزائر. وانا والله العظيم الا بقيت كنقول يمكن، لان في واحد اللحظه تيقت بصح بان الجزائر كتخوف اسرائيل. انا نعرف تمشي تهجم تعرم في تونس، تونس سهله، دخل في ليبيا اصلا ليبيا متفتشفه اصلا هما مدابزين، من تما لمصر قريب الحال، ومن مصر لغزه، ومن غزه لاسرائيل. يعني اسرائيل مشات فرمش تاعي، ماشي بحال داك القتال اللي مشاو يحروها وصلوا كان الحرب تسالت. والله واش راسكم القضيه واحد النهار كانوا بغاو يمشيو يحروا، مشاو يحروا العرب، ما جاو يوصلوا كانت الحرب تسالات، بقاو غاديين بريميرا. فهمتي؟ وكيدعوا يا سيدي يا ربي تسالي الحرب، يا ربي تسالي الحرب، يا ربي وسالات الحرب قبل ما يوصلوا. كانوا باقي في طرابلس والحرب سالات. اي قال لك حنا حررنا فلسطين وشاركنا وكذا وكذا. ايوا جا الشاد اللي يفضحهم قال لهم حتى واحد ما ضرب شي قرطاسه. اش غدير؟ بلاتي نشوف واحد الاخت طنيز ماشي مليح بزاف بالك تنسى روحك. لا طنيز مزيان والله العظيم. طنيز شوف الطنيز فيه واحد الفائدة، أنت يا الأخت ديالي خصك تنزي، نقول لك علاش. لأن عندك حلين، شتي في هذا الوقت هذا في 2023 عندك حلين، يا إما تنز يا إما يوقف لك قلبك بالفقسة، ولكن اختيار. بغيتي تنزي كما كيتنزى عمك سعيد تنزي وضحكي مع راسك. إلا ما تنزيش يوقف لك قلبك بالفقسة، لأن يحسن عوانكم والله العظيم. إي والله ها هي نيجيريا دخلت مع ذاك الحلف المغربي في ذاك الشيء الأطلسي، ها هو زفزف كلاها في افريقيا مع داك الشيء الاصوات، ها هي دابا اسرائيل اللي كانت خايفه منكم ما بقاتش خايفه منكم. انا دابا والله ما فرحت للمغربيه
الصحراء إسرائيل كده. لا أنا فرحت بأن ما هو يعني إسرائيل ما بقدوش كتخوفوها، لأن لا خفت منكم إسرائيل، إحنا خصنا نتلعتوا، إحنا خصنا ما نعسوش. إيه وانتم قنعتوا راسكم وكتحاولوا تقنعوا ذو الأصابع المبردع أنكم كتخلعوا إسرائيل. صحيح صحيح. ثم غاب نتاع عمي إلا كنهضروا على داك الشيء ديال اليهود وما إلى ذلك، أنتم إلى جوارنا نظام المسلمون تبارك الله وصلى على النبي تشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعني تبارك الله النظام ديالكم يعني غاية في الأخلاق نتاع المسلمين، ولكن ما شفنا منكم حتى شي أخلاق. داك الأخلاق ما عرفتش فين مخبعينهم، واش مخبعينهم للدوائر الزمان ولا ما عرف ما عرفناش، والله ما عرفنا، ما كاينش الأخلاق كاع. اي والله 50 سنه وانتم مبرزتينا، هذا الشيء ما داروش لينا اليهود. حنا اليهود ديالنا والله الا ما عمر شفنا منهم شي عيب. انا كنتحدى اي واحد يجيب لي شي نهار شي جدو ولا جدو يعاود لي بان شي يهودي تعدى على شي مسلم في المغرب ولا دار شي حاجه خايبه للمغاربه في العهد ديال كاع هذا العهد هذا كامل. ولكن العيب شفناه من جهه نتاع النظام الجزائري. ايوا دابا خصنا نعاودوا النظر شكون مسلم شكون اللي ماشي مسلم، مع كامل احتراماتي والله العظيم ابيلا. السي عبد المجيد يعني داك الزياره ديال تشينا كان يعني غادي بمعنويات مرتفعه غادي يمشي يجيب البريكس، غادي يمشي يجيب واحد العمله جديده باش ما يبقاش يتعامل بالدولار والاورو. ايوا نعم سيدي ليك، ويرجع قوه ضاربه كما يعني وعد الجزائريين، وغادي يجيب الشناوه يصوبوا القطار نتاع طمن راست. دابا المعنويات طاح، مشكله والله الا مشكله بالله. كي غيدير لها دابا القضيه يعني الاخوان تكبسوا البارطاج الله يجازيكم، راه كيبان لي بانكم تلهيتوا معايا ونسيتوا المهمه الاساسيه وهي حمايه هذا اللايف من السقوط. الله يحفظكم الاخوان، يلا شي حركه شي بركه اللي كان صافي، يلا حركوا النعور الله يرضى عليكم. الالغوريتمات بيبا. لالا فاتي شوفي ما تعصبيش فاتي ديالنا والله العظيم، انتينا انسانه محترمه وانا احترم المحترمين والمحترمات والله العظيم، ما تعصبيش راسك يا والله عادي. كتوقع دابا هي اسرائيل اعترفت بمغربيه الصحراء، واسرائيل ملي كنقولوا اسرائيل كنقولوا بانها دوله وازنه بغيتي ولا كرهتي، احب من احب وكريها من كريها، عندها اللوبي. اللوبي كاين الاسرائيلي كاين في العالم كامل، بمعنى ان واحد العدد نتاع الدول اللي كانت حشمانه حيت كانوا شي دول يعني مع المغرب ولكن حشمانين دي يعني كيقراو كيقول لك لا مازال ما عرفنا شي المواقف، او كيقولوا اسرائيل خايفه من الجزائر فهمتي، كيقراو داك المقالات ديالكم وكيخافوا فهمتي، كيقول وشوفوا اسرائيل لاسرائيل وخايفه من الجزائر، وحنا غادي نمشيو نعترفوا بالمغربيه ديال الصحراء. اسرائيل وما ادراك ما اسرائيل، عندها قوه عسكريه قوه تكنولوجيه قوه علميه قوه ماليه، عندها اللوبيات في العالم وخايفه من الجزائر، وحنا غادي نمشيو نعترفوا. اذا دابا غادي يوليو يعترفوا بلا يطري عليهم. ايوا لان شوف دابا انتم داك النهار ملي جا هذاك بوش بوشا، هذاك بوش بوشا عرفتوه سميتو هذاك الامريكان اللي كتب داك التغريده ترامب هذاك الترامب بداك الشبوشة ملي دار داك التغريده ضحكتو، وقلت واش امريكان واش هذا الاعتراف كيكون في التويتر، واش الاعتراف كيكون بالتويتر ياك، ومن بعد بان بان داك التويتر عندها ما يتقال. سؤال بريء، علاه طولت عليكم هكذا؟ كنتم تنتظرون على اعصاب جاوب بجديه. نجاوبك بجديه غير خالد، انت راجل مزيان غنجاوبك بجديه. شوف غير خالد دابا اسرائيل علاش تعطلت؟ لان اسرائيل دوله ياك، دوله عندها مصالح، الدوله كتضرب على كراتها كايتها الدول، على عام عامين ثلاث سنين غادي تعطل. علاش؟ كتقلب على المصالح نتاعها في المغرب مزيان، هذيك المصالح المغرب بدوره كيقلب على مصالح حتى هو كيزير فهمنا. والدليل بلا طمس بلا والو انه منذ اسبوع وزاره الخارجيه دارت بلاغا دارت واحد البلاغ شديد اللهجه يستنكر الهجمات الاسرائيليه على جنين،
ما درتوش الاخر ديالكم وزارة الخارجية ديال الدولة الضاربة، ما درتش البلاغ. المغرب رغم ان عنده علاقة مع اسرائيل، رغم انه يعني كان كيستنى هذا الشيء يوقع، ولكن دار الاحتجاج قوي وخرج عينيه، قال لهم ما ديروش داك الشيء اللي كديروه مع اخواتنا الفلسطينيين، يعني في اطار انا راني هنا تمنا تكلموا على داك الشيء النقاب وكذا وكذا. المغرب عنده الشروط نتاعو، اذا في اطار المغرب عنده الشروط، اسرائيل عندها الشروط، ملي غيتقادوا انت تستجب لي الشروط نتاعي وانا نستجب لك الشروط نتاعك، غادي نعترف لك. هذا الشيء اللي وقع ابن عمي. الخدمه ديال الدوليه بين الدول، حتى اسبانيا، اسبانيا راه عام نتاع المفاوضات، ما فراسكمش هذه، حتى خرج لكم القرار تخلعتوا، عاود طاح عبد المجيد، عاود ذاك المره كان طاح في القصر، كانت تما شويه ديال البصله، خالتي الزهرة كان عندها تما البصله، جات له البصله بعدا. المشكل دابا في الشينوا ما كاينش البصله، السوارت ما عندهمش، يعني بغي لي كارت. واش فراسكم في الشينوا ما بقاوش عندهم السوارت؟ السوارت ما كاينش، ما كاينش السوارت بنت عمي. عندهم لي كارت لوطيلات كلشي وكذا وكلشي اش من لي كارت هذه في لوطيل. اما دابا غير العينين، غير كدوز كتفتح الباب، السوارت بقاو غير في الجزائر. مع احتراماتي للشعب الجزائري، حتى انا عندي السوارت، باش ما تقولوش غير كنفرز معاكم كنضحك معاكم، حتى انا عندي السوارت، حتى انا عندي السوارت بنت عمي. ها هما السوارت، انا هاد السوارت كنديرهم لان كنخاف شي نهار تطيحوني بالفقس انتوما بالغباء ديالكم والعبط ديالكم مع العصب اللي كيوقع لي، شي نهار نطيح ولا بعد الاخوان يقلبوا يلقاو السوارت يفيقوني من 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 من, من سميتو من الدوخه. اذا نرجعوا، فين كنا غا خالد؟ فين كنا غا خالد؟ عاود ركز معايا خالد، الله يرحم والديك. قلنا في سميتو اسبانيا اخذت سنه كامله من الوقت ديال المفاوضات باش يوقع هاد الشيء. فرنسا ابن عمي ديالي، فرنسا انتظر قريبا حتى هي غترجع للطريق، ستعود الى الطريق يعني منضبطه للقواعد السياسيه الجديده كما كتسمع ابن عمي. شحال فرنسا عاود ديال 3 سنين، فرنسا طولت شويه اكثر من اسرائيل. المغرب كيطوع صاحبي بالله، والله لا كيطوع بالله. المهم دابا مشاو لهم لواحد الخطه، فتحوا واحد اللايف عند واحد العبيط مسكين، هذاك مسكين والله العظيم الا خليته تما غير باش نشوف درجه العبط فين وصلت في الجزائر. هذاك ديرته بحال الترمومتر، واحد العابد كيفتح اللايفات بلا ما نقول سميتو، هذاك خليته مابوني، انا كنت ابونا عنده، باش هذاك كنعتبرو الترمومتر ديال العبط في الجزائر. النهار اللي غنشوف هذاك السيد بدا كيخدم العقل، غنعرف بان الجزائر كتخوف، غنجي نقول لكم الاخوان خافوا من الجزائر. والله العظيم ديرته بحال ميزان الحراره، به كنعرف انا الدرجه الذكاء فين وصلت. هذاك العبيط وشنو خرج له؟ خرج لهم واحد الموضوع، دابا عم يتكلم لهم على الاعتراف ديال اسرائيل، قال لهم لا راه اسرائيل عينت ملحقا عسكريا في المغرب. والعدو ملحق عسكري يعين في المغرب، وهو تدخل عسكري في المغرب، وتعسكر واليهود تفعل العسكر. بحال ديك القضيه اللي قالوا كيقولوا لهم، عاود كيقولوا لهم بان المغرب واسرائيل داروا اتفاق سميتو هذاك اتفاق الدفاع الثنائي ولا ما نعرف، وهو ما كاين لا اتفاق لا ثنائي لا والو، الدفاع المشترك. هو ما كاينش اتفاق مشترك ديال الدفاع المشترك بين اسرائيل والمغرب، هما كيقولوا له فهمتي علاش؟ باش يقولوا لهم بان داك الشيء اللي كيوقع في غزه راه فيه المغاربه. دابا اسرائيل محتاجه جوج ديال العساكريه مغاربه مشيو يضربوا في الغزاويين. اي باش تمشي العبط، اش غدير العبط؟ راه كاين واحد العبط اخر راه نهضر لكم عليه، خليكم معايا وحركوا لنا عوره الالغوريتمات الله يهديكم. يلا الاخوان بارطاج التعليق كذا كذا، حركوا لي الالغوريتمات. محمد حكيم، لا حكيم خلي مستور، خلي داك الشيء مستور باش ما يمشي يبلوكيني. راه الا بلوكاني مشى لي الترمومتر. راه ضروري خصك تخلي واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الناس كيعصبوك، واخا كيعصبوك خصك تخليهم، لا تنحيدوا هادشي التحديات رفوزي. السناطيح القناطيح، الملحق العسكري كيكون في جميع التمثيليات الدبلوماسيه عبر العالم. الجزائر الدوله ديالكم عندها ملحق عسكري في فرنسا، عندها ملحق عسكري في بلجيكا. الملحق العسكري كيكون في التمثيليات الدبلوماسيه، كاين الملحق الثقافي، الملحق الاعلامي، الملحق الاقتصادي،
والملحق العسكري، امر عادي جدا. هاد الملحقين هادو كيكونوا في جميع التمثيليات حسب الرغبه ديال الدوله مع الدوله الاخرى والعلاقات اللي كاينه بيناتهم. فهمتي يا سطوح بن قندوح بن زندوح؟ يعني الملحق العسكري الاسرائيلي في الرباط، كاين ملحق عسكري اسرائيلي في فرنسا، كاين ملحق عسكري اسرائيلي في امريكا، كاين جميع الدول اللي عندها معها علاقات دبلوماسيه. القناديح الزناديح، البشر العبيط. ولكن خليكم هكذا مزيان والله العظيم باش كنعرفوا يعني فين غاديه الامور عندكم.